السلام عليكم حبيباتي، وش حوالكم؟ مرحبا بكم في قناتكم، قناة المطبخ والبيت مع سوما. اليوم كما راكم تشوفوا، انا تشهيت شربة فريك وقدمت معها فطائر الوردات، وحبيت نشاركهم معاكم. فطائر روعة محشيين بالجبن كما راكم تشوفوا، ومكوناتهم بسيطة وطريقة تحضيرهم سهلة. ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم، ونروحوا مع بعضنا للمقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للعجينة تاعي، نحتاج 500 غرام فارينة، 5 ملاعق كبار زيت نباتي، و2 ملاعق كبار حليب جاف أو حليب بودر، ملعقة صغيرة ملح، وملعقة كبيرة خميرة الخبز، ملعقة كبيرة أيضا سكر، وكاس من الماء الدافي. بسم الله، هنا نحط الفرينة تاعي أو الطحين في الإناء، ونضع عليه ملعقة الخميرة، ونضيف الحليب الجاف. هنا اللي ما عندهاش الحليب الجاف ممكن تبدلوه بالحليب العادي، تبدل به العجينة في مكان الماء. زيد السكر، نضيف الملح، ونخلط المواد الجافة مع بعضها بهذا الشكل. من بعد نضيف الزيت النباتي اللي قلنا هو 5 ملاعق، ونبل بالماء الدافي تاعي حتى نتحصل على عجينة تكون طرية ومتماسكة. قوام العجينة يكون بهذا الشكل، نعجنها فقط مدة 3 دقائق. بهذا الشكل، ونجيب الإناء تاعي نوضعها فيه، ونغطيها ونخليها تختمر على الأقل ساعة. من بعد ما حطيت العجين تاعي تختمر، وليت قليت الشوربة تاعي كما راكم تشوفوا، نمرقها وان شاء الله في الايام المقبلة لما لا نديروا مع بعضنا شوربة فريك على طريقة الشرق الجزائري. نغطي الشوربة تاعي ونخليها تطيب، ونرجعوا للفطائر تاعنا. بالنسبة هنا للحشو تاعي، حطيت 5 حبات من الجبن المثلثات الأبيض، وانتم الجبن تحبوه تقدروا تستعملوه. هنا زدت عليه شوية معدنوس وخلطته بالشوكة تاعي بهذا الشكل، ونخليه جانبا. وهنا العجين تاعي لما اختمرت نجيبها ونهبط لها الهواء بهذا الشكل، ونبداو مع بعض نشكلو في العجين تاعنا. نحط هنايا شويه فرينه باش تساعدني في العمل. العجينة صدقوني قوامها رائع، أنا من عشاق العجين ومن عشاق المخبوزات، ولي كيف يحبوا المخبوزات والعجين يخليوا لي تعليق. وقصوا هنايا الخبزات تاعنا بحجم يكون صغير،
ونبداو نديرو فيهم هكا خبيزات صغيرين بهذا الشكل. حتى نكملوا كامل الكمية، وهنا لما انتهيت من تكوير كامل العجين تاعي نبدأ مع بعضنا نشكلوا الفطائر. نجيب هنا كرة العجين تاعي نبسطها فقط باليد، كما راكم تشوفوا، ونحط الجبن تاعي في الوسط ونغلق الأطراف، نغلقهم مليح بما يتفكوليش في الفرن بهذا الشكل. نبسطها قليلا بيدي ونحافظ على الشكل دائري، وبالموس نشكل الوردة تاعي بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. حتى نتحصل على شكل الوردة نحطها في صينية الفرن ونكمل كامل الخبيزات اللي عندي. هنا بعد ما كملت هذه الصينية، شوفوا البنات شكلها يجي رائع، نغطيها بسربيتة ونخليها تختمر مرة أخرى. هنا بعد ما شعلت الفرن تاعي على 180 درجة رجعت الفطائر تاعي بعد ما اختمرت وهذا شكلها. نجيب هنا صفار بيضاء مع شوية حليب وندهن وجه الفطائر تاعي بهذا الشكل. شكلها جميل وطعمها لذيذ وتحمر الوجه. ننصحكم تجربوها البنات. نرش عليها في الوسط فقط سمسم أو حبة البركة، وندخلها للفرن تاعي طيب. وهذا شكل الفطائر تاعي في الأخير. نتمنى يعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم،
وإلا عجبكم ما تنساوش تخليوا لي جيم للفيديو وتعليقاتكم الرائعة، ما تحرمونيش منها. شوفوا البنات، يجي روعة هاد الفطائر. إن شاء الله تعجبكم، وفي الأخير نقولكم في وصفة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.